طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله محاضرة اليوم، و نبدأ إن شاء الله محاضرة اليوم والجزء الثاني من إدارة المخزون وعلاقته بإيش ب النشاط اللوجستي. غطينا الجزء الأول، ممكن نشوف الخريطة المفاهيمية مع بعض إن شاء الله، نشوف غطينا إيش وما غطينا إيش. اشتغلنا الجزء الأول، أيوة ما شاء الله، هذه الخريطة واضحة. افتكر النور نخليه هاي كويس. بدينا طبعا كما تعلمون بمفهوم إدارة المخزون، وغطينا فيه كل هذه الموضوعات اللي قلنا هو أحد الأعمال اللوجستية. تمام. زي ما قلنا هو احد الاعمال اللوجستيه، وهو احتفاظ بالمواد والسلع الجاهزه وشنو واللي هي تحت الصنع برضه، زي مفهوم اداره المصنع. بيوفر مستلزمات الانتاج وصرفها بالكمية المطلوبة في عند الحاجة إليها. وعندنا برضو من مفهوم إدارة المخزون يخش فيه تنظيم وإدارة المخازن، جميل، وتخش فيه عملية طلب مخزون الشركة وفرزه واستخدامه وبيعه من الجهات الأخرى، دي كلها تخش في مفهوم إدارة المخزون. هنالك بعض القرارات العملية مربوطة بإدارة المخزون مهما كان حجم الشركة. طبعا مهما كان حجم الشركة، دي بتذكرني سعيد العسيري، مهما كان حجم الشركة شنو يعني لازم يكون عنده عملية وقرارات ترتبط بالمخزون. وبعد ذاك هنا وضحنا العمليات اللي بتشملها إدارة المخزون. ما أعرف الله، البروجكت ده المفروض يحسن ويوضع يحسن وضعه. بعد ذاك مفهوم المخزون نفسه، دي إدارة المخزون، مفهوم المخزون نفسه اشتغلنا فيه هذه النقاط، اللي هو المخزون من المنتجات تامة الصنع، المخزون من المواد الخام والأجزاء تامة الصنع، المخزون من بعض مستلزمات الإنتاج، حماية المخزون، حاجة عجيبة جدا، التأمين على المخزون، ما هو المخزون، المادة الخام، عناصر المخزون الثلاثة شفناها، وشنو ووجود المخزون لدى الشركة، وجود المخزون لدي الشركة، مستويات المخزون، قلنا كلام مهم جدا ممكن يودي في 60 داهية إذا ما عملت حسابك، اللي هو المستوى الأدنى للمخزون، المستوى الأقصى للمخزون، المستوى الخطر للمخزون، عوامل تحديد، ما هي العوامل التي تحدد مستويات المخزون، ودي المسألة إن شاء الله أنتم شغالينها الآن. أنواع وأشكال المخزون، جميل جدا، اللي هو شنو غطينا فيها أربعة أنواع، اللي يجدون خيارات المخازن أمام الشركات. في مخازن لا تحتاج إلى مخازن، في واحدة بتحتاج إلى عامة، واحدة بتحتاج إلى خاصة، ومرات قد يحتاجوا لامتلاك المخزن أو شنو تأجيره. أنواع المخازن العامة في الحياة العملية شفناها، خاصة وعامة، وأنواع المخازن اللوجستية وعوامل تحديد حجم وعدد المخازن، كلها راجعوها ان شاء الله في المحاضره، سواء كان الورقيه او المسجله فيديو على القناه. تمام، عندنا شنو اهميه اداره المخزون، وافتكر ده موضوعنا اليوم، هنتكلم عن اهميه اداره المخزون، وهنتكلم عن تنظيم اداره المخزون، وهنتكلم عن علاقه التخزين بالوظائف الاخرى وتبعيتها، وهنتكلم عن شنو وين يا ربي ده كله حنغطيه الليلة إن شاء الله، نحاول اللي هي شنو مسؤوليات عامة في المخزون، وآثار المترتبة على عدم كفاية المخزون، والمسائل المترتبة على العناية بالمخزون، ومركزية ولا مركزية المخزون. دي إن شاء الله نقطة دسمة جدا حنخدها المحاضرة الأخيرة، نحاول قدر الإمكان إذا لقينا وقت، أنا حامشي سريع عشان نشرح المسألة بتاعت شنو المسألة بتاعت مستويات المخزون وكيف نعملها، لأنه دي النقطة المهمة لك، ومفروض يعني على الأقل تكون عالقة بذهنك من كل هذا المقرر.
يعني من النقاط المهمة جدا. إذا أنا حبيت أن يكون في حاجة أنا أعلمك لها وتكون عالقة بذهنك، هذه المسألة اللي بتتعلق بشنو؟ بطلب الشراء، اللي هو شنو؟ الكمية الاقتصادية لطلب الشراء. ما هي الكمية الاقتصادية لطلب الشراء؟ يلا نمشي سريع إن شاء الله. أهمية إدارة المخزون، أهمية إدارة المخزون، إدارة المخزون قال هي إحدى الأدوات التي يستخدمها أصحاب الأعمال واحد لتقييم أداء مؤسساتهم باستخدام برنامج مناسب يمكن تتبع مستويات المخزون في أي لحظة والتأكد أنك على المسار الصحيح لتحقيق الربح والنجاح. كلام واضح. استخدام تقنية إداء المخزون ضمان الحصول دائما على كميات وجودة وجودة منتجات متاحة لعملائك. مخزون له دور كبير جدا في إنتاجك. وواضح إنه برنامج إدارة المخزون مهم جدا، سواء كان للشركات ذات الميزانيات المحدودة إنها تتجنب الخسائر في بعض المتاجر مثلاً زي الطوب وغزائف الهاون العساكر ومتاجر ومتجر التجارة الإلكترونية، دي كلها ما عندها مشكلة بالنسبة لشنو؟ للتلف، شفت كيف؟ لكن لازم تدير مخزونك بحيث ما يكون في إنفاق مفرط على المخزون وما يكون في تلف. لازم يكون مخزونك مدار بصورة جيدة عشان ما تصل إلى هذه المراحل. جميل. قال لا يمكن لإدارة المخزون أن تقلل من التكاليف حمل فائض المخزون في المستودعات مع زيادة المبيعات إلى الحد الأقصى. تعد إدارة المخزون من حيث إدارة المراقبة والمخزون ومطابعة النقص والزيادة في عدد المنتجات من أكثر وأهم الأمور التي بإمكانها التأثير على كفاءة العمل أو النشاط التجاري. واضح إن المسألة دي بتأثر جدا على كفاءة العمل. المخزون يؤثر جدا على واحد كفاءة العمل، ما له القلم يا أخي، على كفاءة العمل اثنين أو على النشاط التجاري. فالمخزون قد يحتوي على مواد خام أو سلع تامة الصنع، مخلفات عملية التصنيع مرات أنت بتخزنها عشان تنقلها برا تخرج منها، مواد التغليف اللي بتغلف فيها المنتجات بتاعتك وغيرها، وقطع الغيار برضو بتخزنها، والوقود والتجهيزات الخاصة بالوزن والنقل وغيرها، دي كلها تعتبر شنو؟ مما يحتويه المخزون ويجب أنك تتعامل معها. قال فالمخزون من أهم الأصول التي تمتلكها المنشأة، ولذلك يجب الاهتمام بإدارة مراقبة المخزون بشكل جيد عن طريق ما يسمى بنظام إدارة المخزون، نظرا لأنه يساعد وبشكل كبير في عملية إدارة أنواع المخزون المختلفة، بالإضافة إلى أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي قد تستغرقه أساليب التقليدية. كلامه ده انه اهم اصل من اصول الشركه هو المخزون. بعدين ما شاء الله بيجي في برامج، احتمال هسه تكون متوفره كتطبيقات، لكن زماننا كان في برامج بتشتريها الشركات عديل لاداره المخزون بتاعها، برنامج كامل فيه تستطيع فيه ان تحصر مخزونك زي ما هو قال، وان يعني تفرق انواع المخزون المختلفه وتوفر كميه رهيبه جدا من الوقت والجهد. بقى برنامج جاهز زي ما قلت لكم. المخزون ده اسمه ستوك كنترول انجينيرينج شنو انجينيرينج، بيجي هندسة عديل، بيجي بعض المهندسين بتخصصوا في المسألة دي غير الإداريين نفسه، انه كيف انه تدير المخزون، توزع المخزون، ترتب المخزون عشان توفر الوقت والجهد اللي بيستغرقه الأساليب التقليدية العادية. ففي بيجي برامج رهيبة جدا
وافتكر انتوا ابناء التكنولوجيا احتمال يكون ذاته بيجي تطبيق تنزله على طول، لكن زمان كان برنامج بتشتريه وبتودي موظفينك وعمالك والناس اللي بيعملوا في المخازن عشان شنو يتدربوا عليه، ده بيرصد لك ويخطط لك ويرتب لك مخزونك سواء كان مواد خام سلعة تامة الصنع وقطع الغيار والإسبيرات. يعني اشتغلت في المجال الهندسي كان فعلا في برنامج كامل لقطع الغيار للتشغيل بتاع محطة الكهرباء، برنامج كامل يعني بتفاصيله وبكل أموره تمام. قال تعتمد الأهمية النسبية لوظيفة التخزين على حجم وطبيعة الصناعة من جهة وعلى حجم المنظمة من جهة ثانية، لذلك يجب أن تخطط وتنظم هذه الوظيفة حسب احتياجات المنظمة. عليه يمكن القول أنه ليس هناك تنظيم نمطي واحد لوظيفة التخزين صالح لكل المنظمات، يجب مراعاة الاختلاف في طبيعة النشاط ومجال الأعمال عند تنظيم هذه الوظيفة للوصول واحد إلى تنظيم يتناسب مع الهيكل العام لنشاط المنظمة، التنظيم حسب الوظائف الموجودة لوظيفة التخزين تمام. يعني وظيفة التخزين هذه تعتمد جدا على شنو، على حجم على حجم وطبيعة الصناعة الشغالة فيها الشركة وعلى حجم المنظمة نفسها والسيولة اللي بتمتلكها. شخصية لها دور كبير جدا في تحديد أنواع وأشكال المخازن وترتيبها وهلم جرة. الهيكل العام مهم جدا جدا في الشركة. هنتكلم عن علاقة التخزين بشنو بالوظائف الأخرى. فيبقى حجم المنظمة حجم طبيعة الصناعة الشغالة فيها المنظمة، المنافسة داخل الصناعة هالمجال ذاته له دور كبير جدا، حجم المنظمة وقدراتها المالية له دور كبير جدا، الهيكل العام بتاع المنظمة له دور، يعني أين تعمل المنظمة أين يكون هيكلها ده له كبير دور كبير جدا جدا في شنو في تحديد نوع وشكل المخزن والنشاط اللي ممكن تقوم به وظيفة التخزين تمام يا شباب. ومش كده وبس كمان، يعني في ايوه يعني مسألة ما نمطية تختلف باختلاف هذه العوامل اللي انا ذكرتها، حجم وطبيعة الصناعة الشغالة فيها الشركة وكمان هيكل العام للشركة اين تقع وظيفة التخزين وهل المجال ذاته منافسته كيف والشركة ذات حجمها كيف من الناحية المالية من غيره، أسر جدا هل حتأجر مخازن، هل حتمتلك مخازن، هل حتتعاقد على مخازن، طبيعة المخازن ذاته بجوه حيكون كيف، التطبيق أو النظام اللي حتختاره للمخازن دي كلها لها دور كبير جدا وليست عملية نمطية تختلف من شركة إلى شركة. شفتوا طوال عشان كده هيكل الهيكل التنظيمي مهم جدا داخل من أنت فهد صح؟ فهد عبد الله فهد انا رابطك بايش يا عبد الله فهد، ترند ولا شنو كانت الكلمه الترند صح عجيب يا ترند انت ولا غير ترند؟ لا ترند لا ما ترند، الماركه المسجله ايش كانت عبد الله فهد دائما يذكرني بكلمه الماركه المسجله اللي هي ايش اقتصاد جزئي، مرات جبت درجه كويسه يا سلام الحمد لله كانت في اقتصاد ايش الكلمه يا اخ والله تعبتني اللي هي الحاجة اللي بتتميز بها كل شركة عن أخرى، ليبل بتتميز بها كل شركة عن أخرى، ها؟ الترند؟ السلام عليك يا أخي، ده عبد الله مش رغم إنه اقتصاد جزئي لقى عندي درجتين ما تنسى ها؟ البراند يا سلام يا سلام يا عبد الله يا عبد الله عجيب، شفت كيف؟ كل حد من الطلاب ذي المرات بيكون عنده معي ذكريات، وفي ناس يعني زي ما بقول كل ذكرياتي، في ناس هم كل ذكرياتي. اللي يفهم يفهم زي ما بقوله واللي ما عايز يفهم بطريقته، مثلا زي فهد دائما اتذكر فهد الفاضل بالاحصاء والمساله بتاعت الاحصاء ولا لا. فيبقى شنو العلاقه زي ما قلنا هنا الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي واثره على اختيارك لوظيفه التخزين كيف يكون نشاطها ولطبيعه المخازن كيف يكون نشاطها. فحنشوف هنا علاقه اداره التخزين بالوظائف الاخرى وتبعيتها. اولا قال علاقه وظيفه التخزين بدايه الانتاج، علاقه زي ما بيقولوا لصيقه وعلاقه توأميه. نشوف قال العلاقه مباشره حيث ان وظيفه التخزين تقوم
بتوفير جميع احتياجات ومستلزمات إدارة الإنتاج. كما اثنين تقوم بتبليغها بصعوبة إمدادها بالمواد المطلوبة بشكل منتظم. ثلاثة في الوقت المحدد نتيجة عدد من الصعوبات. جميل؟ مراعاة مشاكل تخزين صعوبة توفير المواد. كما تقوم بتخليصها من مخلفات العملية الإنتاجية، المواد والقطع التالفة والمعيبة التي تعيب شنو؟ تعيب الحركة داخل الأقسام والورش. وعليه إن فشل إن أي فشل أو إخفاق في القيام بمسؤولياتها يؤثر اثنين سلبا على وظيفة الإنتاج، يؤدي إلى فشله. ولا شك على إدارة الإنتاج مد إدارة التخزين بأي تعديلات في جداول الإنتاج لأقصى الحيطة والحظر. الراجل ده هنا بيتكلم على إنه في علاقة مباشرة بين التخزين والإنتاج، وإنه التخزين يجب أن يوفر كل احتياجات خطوط الإنتاج مستلزماتها كلها والقطع الغيار، وإذا في أي صعوبة في اشتراء المواد أو وصولها لازم يتكلم عنها عشان الناس الإنتاج يراعوا المسألة دي ويشوفوا سوقهم كيف. يعني أي صعوبات في الإنتاج يجب شنو؟ مراعاتها. أي صعوبات في الإنتاج يجب أن يبلغ قسم التخزين، يكون عنده تنسيق قوي جداً إدارة التخزين مع شنو؟ مع الإنتاج. إنه في صعوبات في المواد، في شراء، في تخزين زي ما هو قال، وفي كمان في مشكلة تانية القطع التالفة أثناء خطوط الإنتاج بيحصل بعض التلف، بتحصل بعض الأوساخ. يعني بعض المحطات مثلاً في الكهرباء فيها توسيخ شديد جداً في الزيوت وحاجات معيبة جداً. يعني أذكر كان المدير العام ممكن يلفد إنسان إذا جاء لقى المحطة يعني مخرخرة بالزيوت. فيبقى مهم جداً، دي برضو من مهام المخازن اللي هو مسألة التخلص من القطع التالفة وجمعها في حتة معينة لحد ما نشيلها. أي فشل وإخفاق في مسؤوليات وظيفة التخزين تؤدي إلى فشل وظيفة الإنتاج وتبقى مشكلة كبيرة جداً جداً. لازم إدارة التخزين يكون عندها معرفة كاملة بشنو؟ بجداول الإنتاج على خطوط الإنتاج. لازم يكون عندها معرفة كاملة بجداول الإنتاج. ما له يا أخي قلمي هذا. جميل؟ لازم يكون عندها معرفة كاملة بنتائج الإنتاج على شنو؟ على بجداول الإنتاج. حلو؟ وأي تعديل فيها لازم يعني لازم يكون في تنسيق عشان شنو؟ الناس تقدر ما يتوقف الإنتاج ويتكون على دراية إذا احتاج الإنتاج وخطوطه وخطوط الإنتاج إلى أي شيء. يبقى التخلص من التالف في المخزن، يبقى إبلاغ إدارة الإنتاج بالصعوبات اللي ممكن يقابلوها في تحضير المواد وتجهيزها في الوقت المناسب أو تخزينها، ولازم يكونوا على معرفة في الجداول. أي فشل في وظيفة التخزين يؤدي إلى فشل في الإنتاج. يلا مع بعض نشوف شنو علاقة إدارة التخزين بالإدارة المالية. علاقة قوية جدا. هل أنا أجر مخازن، أمتلك مخازن، أعمل إيش؟ مهمة جدا نشوفها. قال هنالك تبادل مستمر للمعلومات بين إدارتي التخزين والمالية. اثنين حيث تهتم الإدارة المالية بمراقبة ومتابعة الجرد الجزئي والتأكد من أن الموجود الفعلي مطابق للموجود في السجلات. ثلاثة كما تعمل الإدارة المالية على مراقبة تكلفة المخزون ورأس المال المستثمر فيه. كما تقوم الإدارة المالية بإرسال قوائم مالية لإدارة المخزون لتوضيح تكاليف المخزن وتنصح وفق هذه القوائم بالاتجاه نحو الوفرات. علاقة رئيسية جدا بين إدارة التخزين والإدارة المالية. إدارة التخزين لازم تكون مراقبة للجرد. ما المخازن دي فيها جرد، وحتى البقالات إذا شفتوا السوبر ماركتات بيحصل جرد للموجود. الجرد ده لازم تكون الإدارة المالية عارفه، والأسعار بتاعت الشيء المجرود. فالعلاقة بالجرد وجوده في سجلات مهم جدا، هي علاقة لصيقة بين جرد المخازن كوظيفة التخزين وبين شنو؟ الإدارة المالية. كمان برضو الإدارة المالية بتراقب الأموال المستثمرة في المخازن وتكلفتها. الأموال المستخدمة في المخازن وتكلفتها تراقبها جدا إدارة المخزون.
ورأس المال المستثمر، دي كلها شنو؟ عشان كده القوائم المالية دائما بتمشي للمخازن وشنو وبتقول لهم دائما اتجهوا نحو الوفورات. العلاقة ما عايزة كلام مع المشتريات، علاقة يعني قوية جدا جدا ورهيبة. بس في هل تكون وظيفة التخزين تابعة لقسم المشتريات ولا تكون لحالها؟ ده الكلام الحس هنا حنشوفه. جميل. قال في منظمات رأت الاتجاه الآخر أن وظيفة التخزين مستغلة كسائر وظائف المنظمة وإداراتها المختلفة، وأن أهميتها واضحة في التأثير على تكاليف العمل، ومن الأفضل أن تكون مستغلة كسائر الإدارات وظائف المنظمة كسائر إدارات وظائف المنظمة، وأن تؤول تبعيتها مباشرة للمدير العام كوحدة إدارية، سواء كانت إدارة أو شعبة أو قسم أو وحدة. ولكن يؤخذ على هذا الرأي نقص التنسيق بين إدارتي التخزين والمشتريات اللتين تمت الإشارة إلى أن عملهما يكمل بعضه الآخر، شراء فتخزين ما تم شراؤه. عليه ظهرت إدارة المواد التي تضم الصفتين والتخزين، أن يتم تقسيم العمل في إدارة المواد إلى قسمين، شراء وتخزين، وأن يكون لكل قسم رئيس مسؤول يتبع مباشرة لمدير المواد. الدمج بين وظيفتي الشراء والتخزين يخفف من المشاكل، فالدمج بين الوظيفتين يؤدي إلى تحقيق عدة فوائد. أولا، تحقيق أكبر قدر من التعاون المطلوب ومنع الخلافات. ثانيا، سهولة نقل المعلومات والبيانات، منع الازدواجية في العمل والسجلات، السرعة في إنجاز الأعمال. يعني في ناس بيروا إنه إدارة المخازن تكون إدارة قائمة بذاتها وتابعة للمدير العام، عشان شغلها يعني معقد جدا وشغلها مهم جدا. لكن في ناس بيروا إنه كل ما يتم شراؤه زي ما سمعنا المقولة دي يتم تخزينه، التخزين مربوط بالشراء. فقالوا وجود في إدارة واحدة يسهل جدا التنسيق والتعامل والمسؤولية والواجبات والصلاحيات، فبيكون في امتياز جدا جدا. فالناس بدل ما بقت كان يعني عشان بقت ظهر اسم جديد اسمه إدارة المواد. احنا زمان كنا بندرس المقرر ده باسم إدارة المواد، بالمناسبة إدارة المواد، إدارة المواد، وده بيكون فيه رئيس مخازن وبيكون فيه رئيس مشتريات، الاثنين مع بعض. البيانات زي ما وراكم الفوائد، أول حاجة تعاون شديد، معلومات بسهولة لأنه قسم واحد، السجلات ما فيها ازدواجية، سجلات واحدة، وبعدين شنو سرعة إنجاز الأعمال. فأصبحت بدل ما تبقى إدارة التخزين وإدارة المشتريات أصبحت مع بعض وسموها شنو إدارة المواد، ونحن كنا بندرسها إدارة المواد، لكن حسي يعني أدوا اسم أكبر اللي هو شنو إدارة اللوجستيات، دخل فيها النقل وغيره، دخلت فيها وظائف أخرى. فالعلاقة مع قسم المبيعات أكيد علاقة قال يعني مهمة جدا مع قسم المبيعات. وبعد ذاك أهم نقطة اللي هو الحركة، لأنه المخزن ده طبعا يعني قسم ده إن شاء الله وحدة كاملة اسم النقل، هيكون فيها النقل الداخلي داخل المخازن والنقل الخارجي. جميل. قال تقوم وظيفة التخزين بتحديد وتوضيح مواصفات المواد والبضائع المنقولة وكيفية نقلها ومناولتها وتوضيح الإدارات الطالبة لها، كما يجب على إدارة الشركة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق السرعة في عمليات النقل والمناولة، وتوفير معدات ووسائل النقل والمناولة، وتوضيح الظروف التي قد تؤخر التسليم والتصنيع. يبقى هو زي ما انتم شايفين التخزين عنده علاقة شديدة جدا بالمناولة، المناولة دي النقل والمناولة حتكون وحدة قائمة بذات ندرسها. جميل. فلازم يعني تحدد وظيفة التخزين، المواد ومواصفاته وطبيعة نقلها ومناولتها، وتوفر كل المعدات والأدوات بتساعد في عملية النقل والمناولة. فالحركة والمناولة والنقل مربوط جدا بالتخزين، سواء كان داخل المخازن أو خارج أو من المخازن إلى شنو إلى أماكن الإنتاج. مسؤوليات التخزين، مسؤوليات التخزين زي ما أنتم شايفين، التمييز وتعريف وتصنيف المخزون ومعرفة أنواعه
وإعطائه الرمز والتكويد لسهولة الوصول إليه. لازم يحصل تصنيف ولازم يحصل إعطاء أكواد عشان أنت تسهل عليك معرفة مكان المخزن وشنو وإحضاره ومعرفة نقصه وإتمام النقص وكذا. يعني الاحتفاظ بالأصناف في المخازن وترتيبها مهم، استلام المواد المشتراه للمنظمة وقبولها بعد فحصها طبعا وتخزينها تقلق بعد فحصها شنو من قسم المشتريات للمخزن عليه الفحص والقبول استلام صرف المواد منه ده خارج ده داخله والمستلزمات المختلفة واستلام طلبات الصرف من الوحدات المختلفة في المنظمة وتجهيزها، مراقبة المخزون من حيث الكميات والتكلفة وتنبيه الإدارة. قال شنو مشتريات الإدارة إدارة المشتريات بالنقص في الأصناف المختلفة. يبقى معناها يا شباب دي كلها شنو مسؤوليات وسلطات إدارة المخزون، إنه أول حاجة الدخول لها فحص واستلام، الخروج منها صرف للوحدات المختلفة والتجهيز، الشيء الثاني مراقبة نفس المخزون مراقبة كاملة وإخبار قسم المشتريات بالنواقص. لو كانوا حاجة واحدة طبعا يعني حسب النشاط والشركة وسرعة توفير المنتجات دي هل يكونوا مع بعض ولا غير، إبلاغ الشراء بالنقص في المواد المنتظم. في حاجة اسمها المحاسبة المخزنية، طبعا هو يعني دفتر فيها دفتر يومية وفيها ميزانيات نفس المحاسبة لكن بتكون شنو لشنو للمخازن لو الاحتفاظ بالسجلات. يا دوب جيت ولا شنو يا ابني؟ سجلات وحركة المنصرف والوارد بالتفصيل، جميل، تسجيل كمية وقيمة المواد الواردة والمنصرفة الواردة والمنصرفة، جميل، مطابقة كميات ونوعية المواد المستلمة والمحددة في أوامر الشراء المطابقة، نقل المعلومات المثبتة في مستندات الاستلام والصرف إلى بطاقة الصنف، جميل، المساهمة في عمليات الجرد ومطابقة المنصرف والوارد الفعلي مع السجلات المخزنية. حاجات شوية المساهمة شنو في عمليات الجرد، جميل، عمليات الجرد ومطابقة المنصرف والوالد الفعلي مع السجلات المخزنية لشغل محاسبة عديل. التحويلات بين المخازن والفروع لازم تكون في سجلات. حماية المخزون وحفظ المواد بحالتها الجيدة لحين طلبها وذلك عن طريق توفير البيئة المناسبة للتخزين، دائرة الثلاجات، عايز تبريد، عايز سخانة، ده كله لازم شنو نوفره عشان نحمي المخزون. دي الشكل او الهيكل التنظيمي لشنو لإدارة المخازن اللي ممكن تكون معاها إدارة المشتريات بجاي وفوق مدير واحد او هي شنو قائمة بذاتها تابعة للمدير العام لحاله. في وحدة عشان تستلم، وحدة عشان تميز، وحدة عشان تحفظ أمن المخزن كله ما يحصل حريق ما يحصل اشتعال، في وحدة المناولة اللي هي بتقوم بكل هذه العمليات، في وحدة للرقابة للمخزون هل نزل ولا لا، وفي وحدة للأرشيف فيها السجلات. جميل، يعني يبقى عندنا وحدة، جميل، تستلم بتقوم بالفحص والاستلام، بعد ذاك بعد ما فحصنا وتأكدنا منها بنمشي لوحدة التمييز، وحدة الأمن مشرفة على هذه الوحدات، جميل، وفي وحدة المناولة اللي بتقوم بكل الأعمال دي من لحظة الاستلام إلى التمييز كلها بتقوم بهم وحدة المناولة. بعد ذاك عندنا وحدة الرقابة بتشوف هل نزل المخزون ولا كافي ولا غير كافي. بعد ذلك عندك أرشيف في كل السجلات، أكيد شنو أنت صنفتها لمخازن واحد واثنين وثلاثة. الآثار المترتبة على شنو على المخزون ممكن تشوفوها مع بعض. أنا داير عندي زي دقائق، عندي مركزية ولا مركزية المخزون، شوفوها مع بعض في هنا اللي هو عنده مزايا التخزين لما يكون مركزي عنده مزايا ذاكروها لا تجي في الصح والخطأ والخيارات، والتخزين لما يكون لا مركزي برضو شنو عنده مزايا زي ما شفنا في الشراء لما يكون مركزي ولما يكون لا مركزي، كذلك الجمع بين النظامين ممكن يكون عندك نظام مركزي ونظام شنو غير مركزي تجمع بيناتهم حسب الجغرافيا تحت المنطقة.
بعد ذاك المركزيه بتاعتك ممكن تكون شنو؟ مركزيه نسبيه، يعني تشتري حاجات كلها في مخزن واحد بعد ذاك توزعها لمخازن الفروع. كده نحن نكون غطينا وظائف التخزين، وغطينا مركزية ولا مركزية التخزين، وغطينا علاقة التخزين بالإدارات الأخرى، وغطينا هل تكون مستغلة ولا غير مستغلة. بعد ذلك إن شاء الله عليكم السلام. ها؟ تبغى إيش؟ طاولة. هاي كويس، هي طاولة دي مش كبيرة، بسميها طاولة كرسي. هذا لخبطت، أنا قلت عايز هذه بتاعت هذه. ف الله يبارك فيك. فإن شاء الله نظام رغبة المخزون نراقبه في المرة الجاية ونشوفه، نحاول مع بعض نشوف هذه المسألة المعقدة. أنا هحاول إن شاء الله في اللي حيقعد معانا الترم الجاي حيشوفها منظمة، يعني إن شاء الله اللي بقعد معانا الفصل الثاني إن شاء الله حنظبطها، حتكون واضحة يعني. نتمنى لا تحضروها مرة أخرى، ولكن لمن سيحضرها سيراغب الفرق إن شاء الله. فالتحسين المستمر والتطوير المستمر والتجويد المستمر، كل من جلس معنا سيجد تطويرا بجاري. أوعك. قال شنو مثال نحاول نفصله، لأنه فيه يعني تداخل شديد. خلاص، قال قدرت الاحتياجات السنوية لإحدى الورش الصناعية من صنف معين، يعني تقدير غدروها كده لقوها كم؟ 1200 وحدة. لقوها كم؟ 1200 وحدة. وتكلفة إصدار طلبية الشراء للوحدة الواحدة، يعني أي طلبية يعملوها بتكلف كم؟ 10 ريال. يعني عمل طلبية ب100 بتكلف 10 ريال، ب200 التكلفة كم؟ 10 ريال، تكلفة الطلبية نفسها. أما تكلفة الاحتفاظ بالمخزون كانت كم؟ 12%. وضحت؟ لقوا إنه هذه الورشة بتحتاج ل 1200 وحدة سنويا، ولقوا إنه إذا دايرين يصدروا طلب واحد في اليوم بيكلف 10 ريال، ولقوا إنه تكلفة الاحتفاظ بالمخزون تبلغ كم؟ 12% سنويا، لكن تمام؟ من سعر شراء الوحدة البالغ كم؟ يعني سعر الشراء للوحدة بساوي شنو؟ 5 ريال. المطلوب واحد، تحديد الكمية الاقتصادية للشراء، تحديد التكلفة شنو؟ الكلية، تحديد نقطة إعادة الطلب. معايا يا شباب؟ يعني نقطة إعادة الطلب، أنت متى يعني تعيد الطلب عشان المخزن بتاعك ما يبقى فارغ؟ كيف أنت يعني ما هي النقطة اللحظة المعينة؟ لما المخزن يكون فيه كم؟ أنا أبتدي الإجراء بتاع الطلب. الإجراء ذاته بيكلف 10 ريال. الوحدات قدروها كلها 1200 ريال. فهذه هي المعادلة. أهم حاجة إنه هذه المعادلة يا شباب الجذر التربيعي إلى هنا وليس إلى هنا. خطأ من الأساتذة السابقين. تمام، غير مقصود. تمام، هنالك خطأ مقصود زي أنت تتأخر من المحاضرة، وخطأ غير مقصود زي أنت شنو تعمل حاجة مثل هذه. مرات بيكون غير مقصود تلقى لك تفتيش في السكة، لكن أنا ما بعذرك خلاص. فهنالك خطأ مقصود وهنالك خطأ غير مقصود. الأخطاء غير مقصودة دائما للناس الدارين يتعلم وللناس اللي بيطور نفسه، أما المقصودة ده فدراجل كسول خرات مرات يجب أن يعاقب ويجب أن يحضر المقرر مرة أخرى معي ومع غيري من الأساس. وضحت؟ فيبدأ يا شباب هذه هي شنو؟ المعادلة زي ما أنتم شايفين. قال كيو هي شنو؟ الطلب السنوي. كيو هي الطلب السنوي، يعني كيو هي شنو؟ 1200 هذه. لا لا، كيو دي إحنا عايزينها، معلش ما ده تقدير ساكن. تمام، دي هي الطلب السنوي، هي 1200. جميل، ده الطلب السنوي 1200. جميل،
اس تكلفة إصدار الأوامر ذات الشراء، اللي هي كم؟ تكلفة إصدار طلبية الشراء اللي هي كم؟ 10 ريال. وضحت يا جماعة؟ والإتش هي شنو؟ الاحتفاظ، تكلفة الاحتفاظ هنا اللي هي 12%، يعني 12 على 100. ثاني دي يعني احنا دايرين نجيبها تحت الجذر التربيعي. عندنا دال هي شنو؟ التكلفة السنوية 1200. وعندنا اس تكلفة طلبية شراء، تكلفة طلبية الشراء. جميل. وعندنا اس هي شنو؟ تكلفة الاحتفاظ بالمخزون اللي هي 12%. جميل. كده حنجيب شنو؟ الوحدات المطلوبة. كده حنجيب الوحدات المطلوبة. طبعا يا شباب دائما كيف دائما انا دايما اقول لكم كيف دائما بتتعامل المعادلات هذه؟ المعادلات هذه بتتعامل من المراقبة اللصيقة جدا لمسألة المخزون. فبيجيبوا المخزون ويشوفوا تكلفة إصدار أمر الشراء، وبيشوفوا تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، كلها يراقبوها في جداول، شوفك 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 شوفك، ويلقوا إنه دائما في لازم تضرب في 2 وتعمل جذر تربيع عشان تديك الكمية. ما هي ظاهرة، كل مرة هو بيشوف الطلب السنوي ويشوف معاه تكلفة إصدار أمر الشراء ويشوف معاه تكلفة التخزين ويتابعهم يشوف إنه الكمية ماشية بصورة معينة، فيستطيع أن يطلع الثابت اللي هو 2، يستطيع أن يطلع جذر التربيعي. هكذا تصنع معادلات الرياضيات، من مراقبة الظواهر تصنع شنو؟ معادلات الرياضيات. فما تستغرب من 2 هذه، ما تستغرب من شنو؟ من الجذر التربيعي. ده شغل جبار وراه علماء تابعوا هذه الظاهرة، وفي النهاية وصلوا إلى هذه المعادلة، وصلوا إلى 2، وصلوا إلى الجذر التربيعي زي ما أنتم شايفين. حنخط 2، جميل، نضربها في 1200 اللي هي شنو؟ دي. نضربها في كمية يعني الطلبية نفسها، كم؟ 10 ريال، صح؟ نضربها في 10 اللي جابها مليون، اللي عندنا 2 في 1600 في 1200. رجال هذا عايز يجننا. جميل. عندنا 2 في 1200، ما في مشكلة. وعندنا مفروض نضرب في شنو؟ في الاس. الاس اللي هي ايش؟ الاس تكلفة اصدار اوامر الشراء. تكلفة اصدار اوامر الشراء 10. مفروض نضرب في 10. مفروض نضرب في 10. جميل. ونقسم على تكلفة الاحتفاظ للمخزون. اللي هي كم؟ 12 في 100. تجي 100 بجاي. بالله يضرب لي هذا، شوف هذا، شوف هتجي كم؟ ها؟ اضرب 100 في 10 في 1200 في 2 اقسمها على 12 كلها كده، شوف هتجي كم؟ ميتين ألف في 2 ما في، وين الاثنين؟ يا مفروض اجي 4000 اللي هي قلنا كم تاني؟ نضرب زي ما قلنا تاني، نشوف مع بعض من راحة في 2 اتفقدت. عندنا 2 صح؟ 2 في الدي زي ما قال واحد من الأولاد، اللي هي كم؟ 1200. لا الجزري، ما نحن دينا تجي 4000 عشان الجزري يجينا 200، احنا جاتنا 200 ألف صح؟ ما حد جينا 4، ما حد جينا 200، فهمتني؟ نحن دائما نصل لأن الضربية تكون كم؟ تكون 40 ألف. لا سوي جزري بعدين، ما احنا كده حسعمل الجزري ل 20 ألف، ل 200 ألف. هذه كم تجيك؟ جزري 200 ألف.
رغم خريط من الرياض. ما هو حسي انت، هو حسي انا مستغرب له جدا. انا والله الصباح اشتغلتها وعرفتها كويس. عاين هذه الست دي، الست جاي من وين؟ الست دي جاي من وين؟ الست دي جاي من وين؟ عندنا الاثنين، هي الاثنين صح؟ اهو الاثنين، هي الاثنين، والدي هي هذه صح؟ دي الدي. الاس اللي هي شنو؟ الاس هي شنو؟ تكلفة إصدار أوامر الشراء. معطى هنا تكلفة إصدار أوامر الساعة 10. ليش يا جماعة؟ من وين هو عملها 6؟ ها؟ لا الخمسة هي شنو؟ الخمسة هي قالش أيوة الخمسة إيش هي؟ ما ده سعر شراء الوحدة. ده سعر الوحدة. ده سعر الوحدة يا ابنائي. ده لطيف. ده سعر الوحدة.